عايزين نتكلم عن الليلة الخاصة اللي احنا عايشينها دي النهاردة في البيت الكبير. وانت احنا دايما لما نيجي نقول انه الدوري ده استثنائي والدوري ده عدى علينا في ظروف صعبة، ظروف صعبة مش بس عشان اللي حصل، افتكر عشان كمان اللي جاي. البطولة في الوقت ده واللقب في التوقيت ده اكيد مهم، لان انت عندك بطولة مهمة جاية. قول لي ازاي ده تأثيره على اللاعبين يا كابتن؟ طيب مبدئيا طبعا احنا لازم نبدا كلامنا بان احنا لازم نبارك للنادي الاهلي. قبل ما نتكلم على اي حد جوه المنظومه لازم نتكلم على اهم شيء في المنظومه، ان احنا نبارك لجمهور النادي الاهلي، لان طول عمر النادي الاهلي نادي بطولات، نادي عظيم، نادي قوي، والقوه دي كلها دايما النادي الاهلي بيستمدها من جمهوره. عندنا جمهور بالملايين عاشق للكيان، دول اول ناس لازم نقول لهم الف مبروك على بطوله الدوري، وبعد كده لعيبه ومجلس الاداره والمدربين والاجهزه كلها اداريه وفنيه، لان كل الناس تعبت. احنا فعلا بنفتخر بالنادي الاهلي. انا يمكن قعدت 9 مواسم من افضل مواسم لعبت فيها الكوره. طبعا بعتز طبعا بنادي السكه الحديد اللي بدات فيه، والنادي الاسماعيلي لعبت داخلين له داخلين نصبر بس، ولكن النادي الاهلي يعني شفت فيه حاجات كتير كويسه قوي. جمهور النادي الاهلي سند محمد بركات بطريقه كبيره جدا جدا، وشفنا حتى في التقرير، ودي حقيقه. اما جيت اروح الصفقه اما ابتدت تتقال محمد بركات جاي الاهلي، ناس كتير قوي هجمت، كان كل جمهور النادي واقف في ظهري. كان جمهور النادي الاهلي يا كابتن هاني بيقعد بيغنوا لي في المدرج ولا اوضه بركات. فالناس دي فعلا لازم اول ناس نهنيها على بطوله الدوري. لعيبه تعبت، مدرب محترم. يمكن انا فاكر السنه اللي فاتت مع اسامه حسني اما برضو كالعاده اتقال مستر فايلر جاي، اصل السي في مش قوي قوي، ما اعرفش ايه. انا فاكر مداخله كويسه، قلت لهم يا جماعه هو مين يعني ما هو دايما الناس بتستمد قوتها، مثلا يعني اللي يجي يضرب في النادي الاهلي ما هو الراجل هيبقى هيعلى وهيتحسن مع اداره محترمه، مع لعيبه كويسه، مع بطولات هتتحقق. تقصد ان النادي الاهلي بيضيف طبعًا. بيضيف لاي طبعًا, طبعا حتى لو مدرب عنده سي في كبير، النادي الاهلي برضه بيضيف. الانديه الكبيره طبعا بتضيف للمدربين. امال ايه؟ ممكن يجي لك مدرب متسقط على مستوى عالمي وكل حاجه ماشي، انت كمان برضه هتضيف له لانك انت نادي طبعًا. كبير وبطولاته كمان هتزيد وهو هيضيف لك. ولكن المدرب لما بيبقى جاي لسه في الاول، النادي بتبقى اضافته بالنسبه للمدرب اكتر طبعا. فانا فاكر المداخله وقلت يا جماعه اصبروا على الراجل، الراجل دوت لازم يلعب ولازم يفرجنا ولازم يورينا، ولازم تقعد تصبر عليه 6 و7 و10 ماتشات عشان تبتدي تشوف لمساته. وبعدين احنا شفنا يمكن اللي كان بيميز النادي الاهلي السنه دي يا كابتن هاني، البدايه. انت شفت البدايه كانت عامله ازاي؟ فانت قبل طبعا فتره كورونا كانت حاجه يعني، انت بدات اعتقد 15 16 انتصار متتالي بالزبط لحد بالزبط ما توقفت في تعادل سموحه. فانت عملت فارق مع المنافسين بتوعك بدري في الاول. فبقى من الصعب ان خلاص ان حد، احنا متعودين النادي الاهلي بيقول لك لو ركب الدوري يعني حتى في اي فترات من فترات الدوري، وتفتكر الكلام ده بيبقى صعب قوي انه ينزل تاني. يعني دايما متعودين احنا والجماهير النادي الاهلي عارفه وجماهير كل الانديه عارفه، يقول لك ده لو النادي الاهلي قفش في المركز الاولاني الموضوع منتهي. وبعدين كمان انت لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي برضه، اما تيجي تتكلم مثلا لو حسبنا مثلا اخر 15 سنه مثلا من سنه 2005 لحد مثلا سنه 2020، اما تتكلم في 15 سنه وتلاقي دوري يطلع من النادي الاهلي في ال 15 سنه مره واحده بس ولا حد غيره، اعتقد ده انجاز كبير جدا يحسب لكل الناس اللي كانوا في المنظومه، سواء مجلس الاداره اللي موجود ده او اللي قبله او اللي قبله او اللي قبله، لان كل الناس اللي لعبوا في النادي الاهلي كلاعيبه حققوا بطولات، كل رؤساء الانديه اللي جم حققوا بطولات، وهو ده النادي الاهلي. صحيح. يعني النادي الاهلي بيكبر اللي جواه يعني، فاهم؟ عشان كده دايما كنا بنتكلم بنقول ايه، هو النجم في الاخر الكيان، النادي هو النجم، النادي هو اللي بيكبر، النادي اللي بيعمل لي وعمل لي لعيبه قبل مني وي 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 والكلام ده كله. يعني صعب ان انا اقول لك حد جه مثلا لعب في النادي الاهلي شويه مثلا، يعني معدودين على الصوابع اللي مثلا اقول لك ما حققش بطوله. ما هو ده في ناس ما يعني ما في ناس لعبت يعني سنتين مع النادي الاهلي ممكن تكون خدت 3 بطولات، ممكن في انديه تانية مع احترامي طبعا. انا سامع امبارح يمكن كهربا كان بيتكلم، قال لك وانا قاعد في بيتي، قال لك انا لسه ما لحقتش العب في النادي الاهلي، قال لك انا واخده وانا قاعد في بيتي. يعني اول دوري ليه؟ هي دي الانديه الكبيره صحيح اللي بتبقى
بطولات عندها دي اهم حاجه، بتلعب على كل بطوله، بتجيب بطوله الموضوع انتهى خلاص، بتفكر في البطوله اللي بعدها. فمبروك لكل المنظومه جوه النادي الاهلي، لان كل الناس بتتعب من اول اكتر ناس بعزهم في النادي اللي هم عمال غرف عم حارس طبعا كلهم. ده عم حارس عالمي، لا عم حارس هو كابتن يعني ده بيلعب جيم الكابتن بقى دلوقتي بعد عم حنف الله يرحمه.